ازيك يا شباب؟ عاملين ايه النهارده؟ هنلعب لعبه لايك كرافت، ودلوقتي لعبنا لايك كرافت وانا ما اعرفش اللعبه ولا فاهم اي حاجه فيها. تقريبا يا شباب ملاهي. ايه ده؟ انا بقعد شباب دي ملاهي. شوفوا الحركة دي يا شباب، ايه رأيكم؟ يا شباب بصوا انا عمال اعمل ايه، هتكعبل يا شباب. بصوا يا بابا، ده لو كنت عملت كده كانت ردفني ورا يا شباب، كانت هتعتفني ورا. خليها يا شباب نطلع. ويا شباب رجعت لكم وانا جبت حاجة. ثانية شباب، ثانية بس، ثانية بتاع ثانية بس شباب. بجد انا اسف قوي، لا حاجة طلعت كتير، اسف بجد لو في حاجة جت لكم. ماشي، اي حاجة تجيلكم انا بجد اسف. الشباب شايفين دي؟ هحطها بس فوق عشان انتوا ايه تشوفوا منها ولا كده. شباب اكتبوا لي في التعليقات عايزينها في النص ولا فين. اكتبوا يا شباب كل حاجه اللي انتوا عاوزينها، الالعاب مثلا، ده مثلا كذا، مثلا كذا. اذا انت يا شباب بو 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 بو. شباب الحلقه بطيئة. يا سلام، ايه رايكم يا شباب اعمل لكم لف ولا اقول لكم؟ خليها احسن نلعب. طب ممكن ثانية واحدة وهجيب لكم اللعبة اللي احنا هنلعبها. ورجعت لكم يا شباب، ثانية بس الحتة دي. وين دخلنا؟ ايه ده؟ ايه ده يا شباب؟ ايه ده؟ هو كل شوية. ثانية واحدة، ثانية واحدة يا شباب وهرجع. بيت الحاجة الغريبة الغريبة الغرفة كلمة أجنبي كمان. قاعد بيتكلم أجنبي 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 وأجنبي أجنبي وأجنبي أجنبي 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 أجنبي. شباب يا ريت ما تفتح. ثانية واحدة. ويه يا شباب عاملين ايه النهاردة؟ هنلعب لعبة روبلوكس فلاي كرافت. الأدوات كلها مش لاي كرافت، شوية على مش لاي كرافت على أي حاجة، كروات أو خلاطية. ثانية شباب، ثانية بس نظبط. بصوا فيها أثاث، شايفين الأثاث دوت؟ ده انا هحتاجه جدا. دوت ايه؟ انا هحط شوية زي كده ورا هنا، هبقى عامل كل ناحية فيها. بعدها يا شباب هخلي البيت كله من قبل ستون قبل ستون. بس يا شباب المنطقة دي لازم تتشال، اذا لو اتشالت هنرجع موارد بالهبل. بس انا دلوقتي مش عايزه اشيلها. نو 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 نو. طبعا يا شباب ممكن اوريكم البتاع. ثانية واحدة يا شباب، اسف ثانية واحدة بس كنت اوريها لكم. بس معلش لو صوتي يعني بس كده هو جامد، لو بقى وحش يعني انا قلت نفسي ادم برضو. ايه ولا معايا اي حاجة يا عمي. عمو خلينا بيا. عايزة هدي لك عنب وتدي 20 جنيه وهدي لك عنب. يا شباب بصوا يا شباب، احنا دلوقتي هنرتب الانفنتوري. الانفنتوري ده، لا الانفنتوري اللي تحت، الانفنتوري
safe because X بتاعي صغيرة. أيوة قبل الصوم معايا حلو حلو. نمسك بقى البيكاكس ونروح على الفحم. يخرب بيت مش الفحم، الايرون، كميات ايرون. بس طبعا يا شباب انا مش هاخدها، مش اصلا مش محتاجة. فالاحسن يا شباب اكتبوا لي في التعليقات. عرفت يا شباب، بصوا لو في حاجة انتم مش محتاجينها في المستقبل هتحتاجها. عرفت هحتاج انا في ايه. اقول لكم يا شباب في ايه، دي ممكن نرميها للناس ونساعدهم كده، يعني ونساعدهم بقى وكل حاجة. انتوا يا شباب مع ان كل الاول ما كانش بيطلع، مش عارف ليه، ممكن يكون كان بيطلع. لا انا متأكد انه ما كانش بيطلع. ويجالي 4 كمان. طبعا يا شباب الحلقة دي هتبقى حماس صراحة. اللعبة دي مفضلة عندي، واذا تودوري ما بحبهاش مش هصور على النار. هتلوها بقى قعدة سنين ولا تحملتها. لكن اقول الصالو لعب رخمة مش شبهه، عشان هو العابه مش كويسة. العاب بقى الفار، العاب بقى حاجات. لكن انا جبت لكم اللعبة المناسبة اكتر، لان انا جايب حاجات اكتر منه. فانتوا يا شباب في الاحسن تابعوا على حلقاتي انا. طبعا دلعنا شوية بعدها رحنا للمال من الاول وجبنا 100,000,000 لايك. انت عايز 100,000,000 لايك يا شباب؟ وايه مفيش 100,000,000 لايك او مشاهدة، مشاهدة او لايك، او اعملوا لي عايزين لايك واشتراك في القناة وفعل جرس الاشارات واستمتعوا. ايوه السلايم ده اقدر ابيع 4 جبت 60 كاش يا شباب. الصراحة انا هجيب بتاع الفحم وهجيب مكاني اماكن هحط لهم ليهم، يعني لو معايا. اذا يا شباب انا لو جبت بوتات بالهبل تبقى حاجة حلوة. انا جبت له 2 من دي، طلع لي لا 4. ما علينا، خلينا نشتري. رايكوا اتنين ايه؟ رايكوا تلاتة. بص معايا باخد، بص يا شباب 100 كاش بجد يا شباب. ده انا فنشت فلوسي كلها. بصوا في واحدة اختفت باتو. واو شايفين اللي هناك دولت؟ يا عم ماليش دعوة بيه يا شباب، هو اللي بدا. لا يا شباب ثانية واحدة يا عم الوحش. خلاص يلا تعالى يا عم الوحش. نفسي في دولة. طب ليش واحد تعالوا انا هنا. اوف يا رب بس البينك الاقي واحد. بتفنش. خلاص يا عم انا اسف. خلاص يا عم انا اسف يا شباب. انا كان صعب اوي يا شباب، كنت هتفنش بجد يا شباب. انا ممكن ايه اروح لناس، يعني مثلا كان في ايه في شايفين ممكن يكون البتاعة دي بقى دي. اروح لمنطقتي، دي منطقتي خلاص.
اضغط عليها تروح مرجعاني سريعا، فاهمين؟ يعني مثلا بصوا، انا هعمل لكم حاجه، دايره وجواها كده علامه دايره وكلها ابيض بس فيها علامه، مش عارف شكلها كده عامله زي الشوكه بس صغيره بقى، صغيره قوي ديت، هي دي اللي انا هدوس عليها اروح لناس، اروح لناس يعني المفروض الناس بعتت لي خلاص اروح لها، بس لو اقدر بس اخد منهم بلوكات. نفسي يا شباب بجد في البلوكات ده، انا اللي هيجيلي هدلعه ايرون ولا جولد ولا سلاح، هدلعه شايفين ال14 دولار هديهوله كلهم شباب. ايه رايكم في الاغنيه شباب؟ يا ماما يا بابي يا بابي يا مامي شباب العوري. شباب احنا لو معانا 50 ايرون تبقى حاجة جامدة، لان احنا نقدر نصنع انفل بجد يا شباب. بابا بجد يا شباب، كان بجد ما بهزرش، مش هزار ده اللي بقوله بجد. 1 2 3 خلي احسن لي انجز ثاني يا شباب. انا هدوم ماشي اف الاف لا عشان بس كل عش 30 30 30 30 30 30 30 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 طبعا يا شباب بجد النار دور، ايه رايكم يا شباب اعملها لكم وارجع؟ اوكي ويا شباب انجزنا انقذنا ود الاخر واحد اللي ياخد ثاني شباب، خد الاثنين خلاص يا شباب. اوف محتاجين ايرون كمان يا شباب، هنعمل ايه؟ كنا هنعمل انفل بس معناش خشب ايه؟ واو معانا واحدة الحمد لله يا شباب. ايه خلي يا شباب
يلا خلينا نحط دي. لا حط عشان بعدها نطلع. بص يا شباب انت تفضل حاطط ايديك واول ما تبعيره كده خدها خلاص بالاف. هو عادي بالاف بس تقولولي هي ايه. كليك يمين اذا لو تالي وطلعت هي الصح هلعب لكم لايك كرافت بس على اللابتوب وامن لكم احلى بناء في العالم. احلى بناء في العالم اللي بوظت النظر الجزر بوظت الجزر وبعدها كل حاجة بوابت جزر يا عمادة. هو كل حاجة بوابت الجزر بوابت نظر يا شباب. طيب اهو بصوا الانزل بكام اهو. بصوا دي ليها حاجات ليها التروس اللي ضيعتها من ورا وليها دي هي دي الانف اللي عايزها. طب ودي كمان عايزة خشب دي عايزة خشب بس ابيض وعايزة كابل ستون ودي عايزة 40 ايرون. شباب ايه رأيكم ان نرمي ستة اوكي بس مش نرميهم هنا. اللي اقول لكم نرمي واحد اوكي تعالوا عكس ندخل مع بابتي. ما ينفعش عمالة احطها هناك. تحط في كل مكان. تحط هنا 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 كده هو يعني بس بعيد عن بعض احسن. تجري بقى وتروح عليهم تجري عليهم. خليك عايز اصلا بدأت ايرون بكل طريق كل طريق ايرون ايرونا ايرونا ايرونا. اسبوعات ايه لبسنا ستة هيلاقوهم ستة. طبعا يا شباب انا مش هينفع ان انا اجيب صورة اجيب صورة يعني سيفي وشي وشي مش هعرف ايه مش هعرف اعمله مش هعرف اعمله الصورة عشان لما اجي اضحك هيبقى في سنة واقفة وانتوا مش هتعجبوا مش هتبقوا عاجبني يعني فالمنظر مش هيكون حلو. فاهمين يا شباب فاول ما السنة تكبر شوية لما يجي لي سنة صغيرة على اللي لسه مكبرتش احط لكم صورة اوكي. يلا روح خلينا نكمل بس المقطع. المقطع جامد اجيب تي 20 عادي عرفت خلاص اجيب تي 20 ولا في حد يرمي البيكاكس اذا فاكرني ان انا عارفني ان انا محتاج الايرون يا سوسن. كسر الايرون كسر الفاح حلو ايوه بقى يا شباب على الايرون كل دمر. انا بحتاج بس 20 يا شباب. اول ما ال 20 اول ما نخلص ال 20 خلي بالكم قولوا كمان قولوا الكمشمش. ايه ده واحد بيبعت لي واحد بعت لي يا شباب اخيرا بس انا مش هينفع اروح له لان انا عايزة اصنع الانفل فهمتوا مش انا لما اعوز هجيله. هو الولد دلوقتي هيشوف ان انا مش جايله مش عارف ليه شكل الولد هيطلع خلاص هشيل البتاع
يا شباب يا رب ان هو ما يشيلهاش. الحمد لله ان هو ما شالش شباب. لا الحمد لله اقدر اروح له. اقدر انا معايا صديق اقدر اروح له في اي مكان زي ما انا الوقت اللي انا عاوزه اروح له في الوقت اللي انا عاوزه يعني. وقت ما عنديش اي حاجه ومش عارفه اعمل حاجه اروح له. خلاص يا شباب اوكي. انا بس محتاج فحم الهبل. عايز كم اتنين بس البتاعة دي تطلع توتو وخلاص. دي اول تو. لا وان. لا واحدة كمان تو. خلاص يا شباب خلصنا. وان توصي خلاص فحم. يجيبوا بس بلوكتين كويسين. خلي بالكم البلوكة كاملة هي ايه البلوكة يا جدع. فين يا شباب البيكاكس؟ فين يا شباب البيكاكس؟ يلا ما علينا يا شباب. انا مش لاقي البيكاكس. ايه ده وانا عمال ادور عليك. ايه رأيكم نروح لواحد؟ خليها اروح. ايه ده؟ لا يا شباب اروح اشوف منطقته. واو يعني اقدر اكسر. حرام حرام. واو ما شاء الله ما شاء الله بجد. ايه الحلاوة دي؟ الحاجات دي صراحة يا شباب انا ما بفهمش فيها. فيكون يا رب. واو ده عامل كمان بتاع اونو عنده كل الانواع. يا شباب يعني انا لو جيت اتكسر في دي مش هتتكسر. واذا لو اتكسر في دي مش هتتكسر. يا شباب بجد حرام. ب50 كاس. يلا بقى علينا. واو شباب انا بقيت غني. ولا مزودهاش شباب. واو ده كمان عنده بيت بس قبل ستون. تستدلي تستدلي نفسي اخد ده بس واحدة. غني حاجة شباب بجد حاجة غلسة حاجة تزعل الواحد والله. لا اكيد يعني والله يا شباب بوقف. شباب بجد نفسي فيها. بقول له تعالى اديني واحدة. ايه حاطط فيها حاجة البتاع. طب انا حاطط له انا حاطط له. اوه ماي جاد. او ايوه بجد حاجة وحشة يا شباب. والله لمس هماشي. انا هوريك دلوقتي مش انت علمتني كيف اعمل بيت وكمان عامل له طريق للبوابة. وايه يا سوسة يا نوري مش حاطط غير بلوكة واحدة. يا شباب خلاص يا حبيبي مع السلامة. انا ماشي والله انا امشي. سلام يا شباب.
بجد حاجة محسنة. شايل حاجات اوف، ده انا قلقعت منطقتي بالهبل. بس دلوقتي انا عرفت السر. اي اكسر كل ده ولا هتشوفوا اي واحدة. وفوق مش هكسره عشان ده اللي هيكون المبنى، وهعمل لي اعظم بيت ان شاء الله يا شباب. قولوا يا رب ليه، يا رب يا رب. دلوقتي يا شباب انا هعرف. كنت يا شباب تقصير وحش قوي، يعني مش عارف ازاي يا شباب ان هو كسر كل دور. ده قعد 20 ساعة لما كسرها، فاهمين؟ فاهمين يا شباب؟ شباب يا شباب مكسر. شباب اخيرا كسرت حتة كبيرة. شباب بصوا، ادي انا كسرت حتة. خلينا نشوف كام بلوكة معايا. انا ممكن اخلي البيكاكس منظر، خليها احط بيكاكسي هنا. انا لما اجيب حد يعني يكسر بقى بالاكس كل حاجة. دي محتاجة خلاص، انا جبت اصلا ايرون. شباب باذن الله هجيب الانفل كويس يا شباب. هعمل لي بقى بيت ستون، وهعمل لي اماكن بقى البتاع، لا هحط فيه الحاجات اللي هي تجيب لي حاجاتي. ها واجيب لي واحد كله، يعني هحط واحدة حاجة واحدة حاجة واحدة حاجة، لكن ولا حط التلاتة مع بعض. ممكن عشان الستون ما كفاش، يعني الستون ده مش هيكفي. يخرب بيتنا يخرب بيتك، لازم اكبرها يا شباب على قد ما اقدر لغاية ما يبقى قبل الستون دون يبقى على قد الارض. شباب بصوا في لاج يا شباب. اهو بسجل معاكم اصلا، زيت من اللعبه عايزه اقوم يعني، فانا ايه قاعد برضه بسجل لكم الفيديو وكمان طويل. اللي عايز بقى يتفرج عليه يعني نص دلوقتي ونص بكره، فاهمين؟ وانا كمان ممكن ارجع لكم اليوم التاني، فهمتوا؟ فهمتوا يا شباب؟ ارجع لكم اليوم التاني، اذا لو لسه قاعد اسجل ارجع لكم اليوم التاني، فاهمين؟ شباب جد انا بتكلم جد، ما بتكلمش زور. يلا يا شباب بسرعة، عنديش وقت وزهقان يا شباب. ايه ده، هو كل شوية الخشب اتحرق خلاص؟ جبت الحق ده لما بحط بس واحدة كمان بتروح محروقة تتحرق خلاص راح. شباب بجد حاجة حلوة يا لا حاجة وحشة. خلي بالكم انا عندي ليكوا حاجة حلوة، اذا لو معاك بقيت ايدي على الفحم كتير، اذا لو بقيت معاك ملايين الفحم يبقى انت افران. اذا معاك ملايين الايرون ما ينفعش افران، لا البتاع ينفع ده. استنى اقول لكم شباب ثانية، ابقى افكر شباب بشوف اسمها ايه. يا شباب عارفين البتاع اللي بيحط في الارض دون وبيطلع دخان دون، اللي معهمش فحم اللي مش كويسين ابدا ما ونبات وما بيلاقوش فحم، فاهمين؟ خلي يا شباب بس نكمل. يا شباب
ثاني شباب معلش ان انا اتاخرت قوي. يلا يا شباب يلا زهقان. يلا يا شباب يلا يا شباب نجيب دي. خلينا يا شباب بس نستنى. شباب الأغنية حلوة؟ لا شباب؟ يا شباب؟ معلش يا شباب يطلق يا شباب دلوقتي يطلق معلش على التأخير. هو كل ده من سبب اخته هي اللي خلتني اتاخر عليكم. بس يا شباب بصوا انا هقول حاجه ودلوقتي هقولها. شباب سامعيني كده؟ اي حد سامعني؟ اللي سامعني يكتب في التعليقات كده. انتوا سامعيني عادي؟ انا عادي. انا كنت حاطط البتاع عشان ايه اللي بس ده اذا لو سمعت صوت ليها انها يعني ايه فايه يعني لو سمعت صوت اكتب اي حاجة حتى لو ال او اي حاجة ال او فاهمين يا شباب؟ ال او كده فاهمين يا شباب؟ الموتة اللي هو بيقولوها اللي بيخسروا بقى لما عاد شايفين بتاع اللعبة ماشي ده اذا لو مات بس جوه اللعبة يعني ايه كده هو ايه يعني قال كده شباب متحمس مين متحمس للقلب شباب اخر واحده دي ناخدها بره من بره عادي يعني. كنت هروح اصلا اشوف القاء الان بل ما ايه دي الحاجات العفانة دي يا شباب لقد صنعنا الأنفل يس. طبعا يا شباب احنا هنحطهم مع حاجات يعني مثلا المكان ده هنخليه للأنفل فاهمين؟ وكل الأماكن دي للتشستات. واو يصلح كده. وبقينا محتاجين جولد يا شباب. شباب بص هنعمل ايه؟ الانفل ما كنتش جبتها دلوقتي. الانفل دي مش هلمسها. اللي هيبص فيها هيلاقي حاجات ملاءه جامده جدا ولا حد يقدر ياخدها. استنوا شباب افتكرت شيل العك ده. لا البيكاس يو ايه شباب نفس البيكاس على الارض. خشبي ماشي يا شباب مش هنقدر نصنع بيكات خشبي او ستون يا شباب انا مش هقدر دلوقتي. يا شباب احنا هنكسر بيه
بس طبعا الكل منها من ضربه واحده، يعني بصوا 1 2 3 4، لكن انتي 1 1 2 3 4، لكن انتي 1، لكن دي كام؟ 1 2 3 3. ايوه هيبقى جنبها تشستين، تشست حتى حاجه وتشست حاجه، يعني تشست ايه دول هيكون على جولد وايرون، فهمتوا؟ يعني حاجتين جولد وحاجتين ايرون، يعني كانين 30 و30، 30 2 ايرون 30 و2 جولد 30. اوكي بس مش هنا، اه هنا ايوه وهنا، لكن انا حاجات تانيه، حاجات تانيه يعني مش عارفه اسميها. طبعا يا شباب انا هفضل اكسر بدون واخد وقت، خلاص يا شباب انا خلاص. عمل لي بيت صغير على قدي، مش بيت كبير، ده بصوا عامل قد ايه بيت، وحاطط كمان بلوكات صعبه محدش يقدر يجيبها بسرعه. ثانية واحدة يا شباب، ثانية واحدة بقى يا شباب، ثانية واحدة. ويا شباب رجعت لكم. ايوه خليها احسن نكسر. شباب انا الصراحة ما عنديش اي حاجة، هنعمل ايه؟ فين المزرعة اللي كانت هنا؟ استنى يا شباب بصوا انا هعمل مزرعه مع مزرعه، بس ايه حاجه تانية، حاجه جامده. فطبعا يا شباب بصوا بقى الحركه حياته كده، ايه رايك؟ ايه رايكم شباب؟ ايه رايكم؟ خليها يا شباب. اه يا شباب ايه رايكم نحط كله؟ لا يا شباب انا مش هحط كله، ده مزرعه للناس هي اللي تاخدها. انا خليها بقى الناس تاخد كلها، اللي عايز درت ياخد، ياخد الدرت ده. يا شباب احنا هنقفل كمان من جوه الاماكن، ايه رايكم كده؟ خلينا نقفل كله. شباب خليها بقى، بصوا يا شباب انتوا تقدروا ترجعها تاني، لكن تقدروا تكون حصلتها. بس انا ما اعرفش ازاي يا شباب ان انا احط كده. يا شباب نكمل مع بعض، انا عمال احصد في اي مكان كمان، في المحصود كمان ايه انا قاعد بس احطه تاني، اخليه تاني مش محصود. اهو بصوا برجعه شباب، في الاي شباب. هنجيب 1 2 3، هحطها بدل دي نجيبها. طبعا يا شباب هي كدون الطول بتاعها، المفروض ان هو يبقى لازم اللي تحت كدون اعلى. شباب ايه رايكم نعمل طريق؟ ايه يا شباب رجعت، خلصنا يا شباب رجعت، قلت لكم ايه بس خلصنا بقى، قلت لكم خلصنا بس ايه، بس اخيرا يعني يا شباب ايه ده اخر مكان. يا شباب انا مريت البتاع. شباب بصوا انا هحط لي مكان ثلاثة، يعني حط ايه رايكم مكان كمان، مش هحط لي ثلاثة، حط المكان ده تاني كمان عشان انا محتاجه، عشان الاماكن خلصت وما عنديش اماكن تانية.
خليها شباب نحط ديت. حط اخيرا الشباب حطيناهم. يلا شباب شباب هي دي ليه؟ دي جزر تلاتة بس. جزر يا جزر شباب ده عايز جزر. ايه ده؟ لها بلد شباب. انا نفسي ابيع واخد كاشات لغاية ما اجيب الجولد. لا يا شباب انا نفسي يا شباب اخسر كل ده بس اعمل ايه؟ ما يقدرش شباب. طبعا انا اضرب الاكس بس هيطول، هنقعد طول اليوم واليوم التاني هيكون خلص. يا شباب الوانا مكانتش منزل دي يا سوس عشان كده ما نقدرش، لكن انا منزله اهو المكان ده بس اللي انزل فيه. شباب بجد حاجه مهزين قوي. انت ايه يا عماده متهبلت بتكسر في المكان اللي انت واقف عليه؟ شباب بص انا قاعد بكسر اول وعشان حد ما يجيش ورا البوابه. لا عشان زومبي لما يجي ورا البوابه كده هو يعني ايه يجي لورا يروح واقع. ويا شباب وصلنا لحلقة الفيديو، اتمنى تكون عجبتكم. لا تنسوا اللايك واشتراك في القناه وفعل جرس الاشعارات. وبس كده، ما كان معاكم ادا، اشوفكم مقاطع جايه. يلا سلام، مع السلامه. سلام.